لم تسأل النملة أبدا أين يذهب جيش سليمان وماذا يفعل هو وجيشه. لا يعنيها هذا الأمر على كبره، يعنيها فقط سلامتها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا هو المهم، ذواتكم الداخلية، دواخلكم، هذه هي أولويتكم في هذا العالم. الداخلي الصغير أهم ب10,000 مرة من الخارجي الكبير. ولو كان الداخلي الصغير هذا هو بيت نمل، والخارجي الكبير موكبا مهيبا لنبي عظيم أو ملك، لا تستعر أحزان الآخرين هربا من أحزانك، ولا فرحهم لتعوض به فرحك الذي لم يكن، ولا قضاياهم الكبرى بديلا عن قضاياك الصغرى. في عالمك كن أنت العالم، واحرص على ما ينفعك.